الهارت فيلير سببه
انه ما عم بيقدر يضخ الكميه المناسبه. اذا الليفت فنتركل لما يضخ بيضرب مثلا 75 بيت بيرمينت، يعني بضرب له 75 ضربه بالدقيقه، هيك قلنا المره الماضيه. في كل مره بضرب في ضخ بطلع 70 ام ال. اذا ضرب 70 ام ال في الضربه في البيت، إذا هو بضخ 75 مرة، كل مرة 70، إذا 70 في 75 تقريبا يساوي 5000، يعني 5 لتر بير مينت. البيت بتروح مع البيت، بضل 75 في 70 5000 ام ال بير مينت. ام ال يعني 5000 ام ال بير مينت هو 5 لتر بير مينت. التليفون مع مين هذا اللي معك تليفون؟ شو بتسوي بالتليفون قاعد؟ تعالوا تجوزوا عنده هون، تعالوا تعالوا عندي. تعال من جنبه كمان، تحرك. تعال جاي بدخلك هيك، انا حاب اشوفك عندي. بتجاوب يا زلمه مش عيب جاوبني، شو دخلني انا؟ خلص بقول لك تعال تيجي هيك بالطب. عسكريه هون. 5 لتر. بير مينت. كم ضربة بالدقيقة اسمها هارت ريت؟ قديش بتطلع بالضربة؟ كم ام ال بتطلع؟ اسمها ستروك فوليوم. إذا الكارديك أوتبوت كما مرة حصيلة هارت ريت ضرب ستروك فوليوم. هارت ريت كم ضربة بالدقيقة؟ ستروك فوليوم حجم الضربة، يعني كل مرة بضخ بير سيستول بير كونتراكشن بير اجكشن ايتش تايم. إذا هلا من هالحكي هذا القلب عادة شوفوا مشان نزيد الكارديك اوتبوت، احنا قلنا من كل 5 بصير 10 15 20، نزيد الهارت ريت بنزيد الستروك فوليوم او بنزيد الاثنين مع بعض بوث. عادة القلب في ثلاث مناطق مهمة. أول منطقة هي الاس اي نوت. ثاني منطقة هي الاي في نوت. ثالث منطقة هي الفنتركل. يعني أنا لو بدي أرسم القلب برسم هيك هيك. هون اس اي نوت، هون اي بي نوت، هون الفنتركل. الفنتركل يعني العضله القلبيه، يعني العضله نفس الانقباض. ما هو القلب هون بكون فيه 120 ام ال، هو بضخ 70 بيخلي 50، بس اذا انت بتخليه ينقبض اقوى بصير يضخ 80 او 90 او 100 او يضخ 120 مثلا ما يخليش شيء. القلب عاده كل مرة بضخ ما بيفضل اللي فيه، بيخلي شوي. كمان بنعيد، شو معنى كاردياك اوتبوت؟ شو معنى؟ مين يقول لي؟ ايش معنى كلمة كاردياك اوتبوت؟ يلا احكوا بالعربي بالانجليزي احكوا يلا. لا شو معناها؟ كمان واحد سألك هيك من برا. حجم الدم اللي بضخه القلب. مضبوط، بس كملي. باليوم؟ بالسنة مثلا؟ لا بالضرب الواحدة؟ بالضرب الواحدة؟ لا بالدقيقة. دقيقة كل دقيقة بضخ 5 لتر، بالساعة باليوم بالسنة 365. طيب
بيعتمد هاد؟ على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على كارديك اوتبوت، بيعتمد على الهارت ريت. شو هو الهارت ريت؟ بيت بير مينيت. بيت بير مينيت يعني كم ضرب بضرب كم سيستول بالدقيقه. شو الستروك فوليوم؟ كمية حجم الدم اللي طلع. شو الستروك فوليوم؟ حجم كم بيطلع؟ كم بيطلع هيك؟ كمان كمية الدم اللي طلع، حجم الدم. إذا في الانقباض الروحي حجم الدم الذي يضخ من البطين الأيسر أو الأيمن أو الأيمن، شايفين كيف؟ بالضربة الواحدة، بالضربة أو بالانقباضة الواحدة. Each time يعني كل مرة بسوي هيك بدك تطلع. هلا هون لما نقول مثلا هون سين صاد، هاي عين، عين تساوي سين ضرب صاد، صح؟ دي بدلهم. لو علاقة انه رياضيات كان نقول احنا كل ما زادت سين بتزيد عين، رياضيات كل ما زادت صاد بتزيد عين. ما فيها شطارين. زد تساوي اكس ضرب واي، زد اكس واي نفسها. الرياضيات نشوفها تنطلق على الجسم ولا ما تنطلق؟ فبنقول احنا الكاردياك اوتبوت يساوي الهارت ريت ضرب الستروك فوليوم. فبنيجي بنحكي هون هارت ريت، بنحكي هون ستروك فوليوم. هارت ريت بنحطه على الاكس اكسس، ستروك فوليوم سوري الكاردياك اوتبوت بنحطه على الواي اكسس. هاي مع هاي علاقتها، هاي مع هاي. يعني كل ما زاد الهارت ريت كل ما زاد هيك بزيد هيك بزيد هيك بزيد. شو بصير بالكارديو؟ كيف العلاقه بينهم؟ هل العلاقه خطيه هيك مثل هيك انه كل ما هذا زاد هذا بزيد مثلا، ولا في لها حد معين ممكن انه بعدين تنزل تكون طالعه بعدين تصير نازله؟ يعني كيف هل العلاقه الاولى ام الثانيه؟ يعني احنا فرجوا وظيفة القلب شو هي؟ ejection. هلا in order to eject you must fill. في عنا filling. هلا in order to fill you must relax. في عنا relaxation. أول شيء لازم القلب يسترخي. يعني القلب شوفوا the cardiac cycle 0.8 seconds. تذكروا؟ 0.3 للسيستول، السيستول هو الانقباض، يعني انقباض يعني كونتراكشن. سيستول 0.5 اللي هو دايستول اللي هو ايش؟ ريلاكسيشن، استرخاء. اذا اطول المده الاطول هي من الدايستول. يعني انت زي ما تقول تبني العماره بتاخذ سنتين تهدها بجوز بخمس دقائق. فهو يبني فيلينج بناء عم يعبي يعبي يعبي، بس امتينج هدم خلاص فضل فين ممكن اذا 0.3.5. اذا كمان مره بحكي شو وظيفه القلب؟ In order to eject you must fill. In order to fill you need time to relax. صح؟ فالقلب عادة بيشتغل هيك، شوفوا هاي هيك الفنتريكل قبض، بعدين شوي 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 بيسترخي 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 بيعبي 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 بنقبض. بس هو القلب بيشتغل هيك، شوفوا كيف؟ يعني لما يكون الهارت ريت عالي مثلا تفرجوا ارسم لكم اياها هون هاي بحطها انا وياكم. ها لما يكون الهارت ريت خمسة وسبعين
السيستول قديش والديستول قديش والكاردياك سايكل قديش اللي هو مجموع. ما هو القلب يمر مرحلتين يعني انقباض وانبساط، فانقباض زائد انبساط تسوي هي. هلا هون احنا نعرف انه بوينت سكند وزعناها قبل شوي بوينت 3.5 مضبوط ولا بحكي شيء وزعناها؟ طيب لما يصير هذا 150 دوبل ناي قديش تكون ناي؟ 0.4 لما يصير 60 على 0.4 تساوي 150 بصير هون 0.2 مين اللي خسر اكثر؟ دايستول السيستول خسر بس مش كثير كان بوينت 3 صار بوينت 2 بس هذا خسر لما يصير 300 يصير هاي بوينت 2 يصير هاي بوينت 1 يعني تقريبا انا بعطيكم ارقام تقريبيه ولو فاللي خسر مضبوط هو الدايستول كان بوينت 5 صار بوينت 1 اذا هاي 300 لما يصير 300 بطل القلب يعبي دم مين اللي بيقل؟ الستروك فوليوم اذا انت هون بتحكي كاردياك اوت بوت يساوي هارت ريت ضرب ستروك فوليوم اذا هذا زاد كثير هذا بينقص بعدين هذا بالاخير بصير صفر بعدين اي رقم في صفر يساوي اذا العلاقه بينهم راح تكون هيك وبعدين تنزل للصفر اذا لما يصير الفنتريكل يصير ينقرض بالشكل هذا هيك ايه ها شايفين كيف؟ رجفان بسموه رجفان بطيني فنتركولار فيب في فيب فنتركولار فيبريليشن فيبريليشن شو معنى فيبريليشن؟ رجفان فنتركولار رجفان بطيني لما يصير في رجفان بطيني يعني يصير الهارت ريت مثلا 400 واكثر شو بصير الكارديك اوتبوت يساوي؟ صفر يعني بموت إذا هون طالعين احنا هيك طالعين هيك طالعين هيك طالعين هيك طالعين بس هيك نازلين إذا أحسن إشي الواحد تحط هون خط أحمر شوفوا أحسن إشي الخط هذا الواحد ما يتعداه يعني هاي المنطقة ما تفوتها هاي منطقة خطرة ليش؟ لانه انت كل ما زدت الهارت ريت هيك كل ما الكارديك اوتبوت اذا هون انا يعني راح اسميها ماكسيموم هارت ريت، شو يعني ماكسيموم هارت ريت؟ يعني على هذا الهارت ريت انت بتاخذ اكثر كارديك اوتبوت افضل شيء هون بعدين نزيده بصير ينقص بصير تنزل إذا الماكسيموم هارت ريت شو معنى ماكسيموم هارت ريت؟ يعني إنه it is the heart rate which I should not exceed مش لازم أنا أتجاوزه إنه كثير خطر فكل واحد عندنا له ماكسيموم هارت ريت ما يتجاوزه ماكسيموم هارت ريت شو يساوي؟ يساوي 220 ناقص الإيج ضرب 75% يعني مثلا أنتو 220 ناقص 20 ضرب 75% ويساوي 150 لانه هاي 200 ضرب 3 ارباع 150 اللي عمره 60 سنه تصير 220 ناقص 60 ويساوي 160 بس بنقول ضرب 65% لانه ما قلبه ما بيتحمل 75% تصير هاي ضرب هاي يعني يا دوبك مثلا بيطلع 110 الرياضي الماراثونر ماراثون بركض الماراثون بيقول ضرب 85% اسمح له يعني نعطي مجال اكثر عرفت اوكي؟ طيب كمان مره قولوا لي الكارديك اوتبوت شو يساوي؟ هارت ريت ضرب شو العلاقه بين هارت ريت والكارديك اوتبوت؟ قولوا لي شو العلاقه بينهم انتم؟ مرضية لحد معين بعدين بتصير عكسية هيك نطاق عكسية لا 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 تحكي انت اذا يستوي بقل كثير طيب
فبيبطل في وقت انه يعبي القلب. No time for filling. فانت فقط الشلل يعطيك، اذا ما عندك دم شو بدك تضخ؟ تنقبض عيني وراسي، بس ضخ ما في. هذا وظيفة القلب الانقباض. إذا بتقدر تعمل ايجيكشن من دون انقباض اعمل، احنا قاعدين. بس انا شو بدي بدي انقباض تبعي من دون ايجيكشن؟ تمام؟ لا. إذا هاي العلاقة، هلا احنا عادة لما نكبس كبسة من هون احنا بنقدر نطفي ضوء واحد ولا بدي نطفي ثلاث ضوء مع بعض؟ اوكي. فلما يجي السمباثيك، هاي سمباثيك من هون نضوي من المدرة طوينا. السمباثيك بروح على ثلاث محلات في القلب، بروح على السينوس بسرعها، بروح على الايفينوس بسرع التوصيل، بروح على الفنتركل بزيد دخول الكالسيوم جوا الخلايا. فالكالسيوم كل ما زاد كل ما زاد قوة الانضباط. هون خلينا نحكي بزيد دخول الصوديوم إذا بدكم، فبسوي الهارت ريت أكثر. كمان مرة بعيد. القلب في ثلاث مناطق مهمة. شو هم؟ والإيفينون والفنتركل. السمباثيك بس تكبس عليه إجباري، بروح هون وبيجي هون وبيجي هون إجباري، يعني ما فيك تختار هاي من دون هدول. على الإسينون بزيد دخول الصوديوم فبيعمل بوزيتيف، شوفوا بوزيتيف كرونو يعني زمن، يعني بزيد السرعة. كرونو تروبيك افكت، شو معنى بوزيتيف كرونو تروبيك افكت؟ يعني بيزيد الهارت ريت، يعني تاكي كارديا. تاكي كارديا كرونو معناها زمن، يعني هارت ريت زمن. اذا دواء ثاني بنقص دخول الصوديوم بصير نيجاتيف كرونو تروبيك افكت زي الاسبيكولين. بيجي هون بزيد التوصيل بسرعة، يعني الديلي بتقل عشان يوصل بسرعة، بسموها بوزيتيف درومو طريق، يعني توصيل درومو طريق. تروبيك افكت، في مرات أدوية زي الديجوكسين أدوية القلب هاي مشهورة بتزيد الديلي، فبصير هاي نيجاتيف درون ترافيك. الثالث هاي اثنين، هاي الثالث بزيد قوة الانقباض، قوة الانقباض يعني الانقباضية إذا بتكون خاصية الانقباضية، يعني يا إما بقول فورس أوف كونتراكشن بصير، بس أنا يعني لا أحبها، أو تقول contractility هاي المضبوطة تيليتي يعني انقباضية. هذا اسمه بوزيتيف إينو تروبيك إفكت. وإذا كان دواء بيقلل دخول الكالسيوم بصير نيجاتيف. إذا ثلاث كلمات فنية للقلب، شو الكلمات الفنية؟ أنت يا سرحانة هاتي خلينا نشوف. أنا قلت لك ما بدك تجاوب، جاوب يا شوف هسه. سرحاني ها؟ بكتب معي ولا معك؟ معك. معك انت. ايش سألت؟ طلعت. شو سرحاني؟ تبع معك، كم سرحاني؟ احكي انت يا شو؟ انا؟ بدي اعرف انه السمباثيك بيعمل ثلاث شغلات. ثلاث شغلات. بيروح على الاس اي نوت والاي في نوت والفنتركل. الاس اي نود بيعمل بوزيتيف كرونو تروبيك. كرونو يعني انه بالدقيقه كم ضربه، زمن يعني زمن صح. يعني
يعني بزيد الهارت ريت. اه. وبالاي في نوت بعمل بوزيتيف دروم تروبيك. دروم يعني طريق يعني توصيل. اه. وبين ايش اسمه؟ اينوتروبيك. اينوتروبيك. اذا لما اقول لكم بوزيتيف اينوتروبيك مثل تعطي دواء. دواء اكس. هذا الدواء له بوزيتيف اينوتروبيك، شو يعني بتفهموه؟ بزيد قوة الانقباض. هذا الدواء ديروا بالكم بيعمل نيجاتيف كرونوتروبيك، يعني بيقلل الهارت ريت. يعني براديكال. اوكي؟ تمام. كمان مرة بعيد. وظيفة القلب هو الاجكشن. والاجكشن بحسب الوضع. 2-4-5-3-8. إذا بتلعب اكسرسايز بحسب الاكسرسايز 10-15-20. هلا الماراثونرز وصلوا 35 باي ذا وي كثير، بس احنا مش ماراثونرز فاحنا 20. هلا احنا بنوصل 20 الماكسيموم على الخمسة اللي هي اثناء الراحة ضرب 100% يساوي 400%. هذا اسمه كاردياك ريزيرف، احتياط القلبي. كاردياك ريزيرف. شو كاردياك ريزيرف؟ الماكسيموم على الريستنج. هلا انت عندك مثلا مريض عنده هارت فيلير، كيف بدك تعرف اي ستيج تقدر تقسمه؟ بتقسمه بالكاردياك ريزيرف، انه عنده بدل 400 300، الثاني عنده 200، الثالث عنده مثلا طبعا 100%، يعني ما بيقدرش يعمل ولا اي اكتيفيتي، يعني ما بيقدرش يتغدى، ما بيقدرش يتعشى، ما بيقدرش يمشي، ما بيقدرش يسكر البرداي، لانه اي اكتيفيتي بدك اكثر من 5 لتر. فهمتوا كيف؟ اذا كيف قسمنا الهارت فيلير هلا مش على الاعراض، على الكاردياك الاحتياط القلبي. رح نقسمه بعد شوي على شيء ثاني. القلب هلا خلينا نكمل. الكارديك اوتبوت شو يساوي؟ هارت ريت بار. طيب شو علاقة الستروك فوليوم بالكارديك اوتبوت؟ شو العلاقة بينهم؟ طردية لحد معين. طردية لحد معين ما بتصير هيك؟ لا ولا بتصير هيك مثلا؟ ولا كيف؟ ولا بتضل ماشي هيك؟ اي ولا بي ولا سي؟ ايه ولا بي ولا سي؟ فكروا فيها. بي يعني بالرغم انك عم تزيد الستروك فوليوم بس كذا الفوت ما عم بزيد، هيك قصدك مش هيك؟ هلا ها؟ شو رح يوصل لمرحلة الصفر وقت؟ ايه؟ رح يوصل لمرحلة الصفر يعني وقت معين؟ لما يصير في يعني بطل في دخل للدم اصلا يعني انا سي ليه؟ يا ابني ما هو اذا قال ستروك فوليوم يا ابني اذا قال ستروك فوليوم ترجع جورت بعدين لهون يعني يقول لك رايح هيك ماشي هيك قدام جدام جدام بي طب اذا هذا قاعد يزيد ليش هذا ما يزيد؟ مش هذا مش علاقه بالموضوع. لانه له ساعه معينه. هلا انا بزيده هلا مثل ما في انا كيف عم بزيده؟ عم بزيده. لما له ساعه معينه هذا شيء ثاني. معناته ما بصير هذا كيف نمشي فيه هون لازم نوقفه. اذا له ساعه معينه لازم نوقفه صح؟ بس انا عم بمشي شو معناته؟ عم بزيده. صح؟ هيك ماشي. شو رايكم؟ انا عم بزيد شو؟ بزيد ايه؟ معناته ايه؟ بس بزيد ايه؟ كل ما هذا زاد هذا بزيد ما له علاقه. طيب هلا السؤال شوفوا كيف انتبهوا شو بدي احكي لكم. القلب طلعوا لي لت فنتركل في 120 ml ضخ 70 ml خلى 50 ml يعني 120 تساوي 70 زائد 50
مظبوط؟ السبعين هاي عرفناها اسمها ستروك فوليوم قبل شوي حكينا. المئة وعشرين شو اسمها؟ نسميهم شو اسمها؟ أول شيء هي حجم دم، هي حجم، يسموها حجم. فوليوم. هو حجم الدم الموجود بالفنتريكل مع نهاية مرحلة الانبساط، يعني قبل ما يصير الانقباض، صح؟ يعني هلا شوفوا القلب الكاردياك الهارت أو الكاردياك سايكل. سايكل عبارة عن سيستول. ديستول ها سيستول ديستول سيستول ديستول سيستول ديستول ماشي وزبتكم ثم هيك سيستول ديستول أطول سيستول ديستول تمام؟ هاي زمن هون تايم يعني إنه هاي 0.3 هون تصير 0.8 كمان حط عليها 0.3 تصير 0.11 سوري حط عليها 5 تصير 1.6 يعني مشان تكون هاي 0.5 هاي 1.3 هلا هون نهاية مرحلة الدياستول يعني قبل ما يبلش السيستول بيكون الحجم 120 الحجم إذا 120 هاي اسمها end diastolic volume بصير أسميها pre systolic volume بصير بصير قالوا يعني نهاية الدياستول هو بداية السيستول نقطة هاي بس عادة احنا ما بنسميها الاسم إذا هلا أنا كمان مرة القلب قبل ما ينقبض قديش في؟ شو سووا هدول؟ إذا حجم الدم الموجود في البطانة مع نهاية مرحلة الانبساط القلب شو ضخ؟ شو خلى؟ 50 طيب شو اسمه 50؟ انت سيستوليك فوليوم مضبوط هي عبارة عن حجم الدم الموجود مع نهاية مرحلة الانبساط خلص انت سيستوليك فوليوم طلع القلب ضخ 70 من؟ 100% يساوي خلينا نحكي 55% اوكي؟ هذا اسمه ايجكشن فراكشن ايجكشن فراكشن قلب ثاني ضخ 70 نفس الشيء 70 بس ايش ضخهم من 150 كان في 150 معناته ضرب 100% يساوي 45% اقل من النص قلب ضخ 70 كان فيه مثلا ولد صغير 100 اذا هذا صار 70% ايجكشن فراكشن ايجكشن فراكشن نسبة الضخ يعني قديش ضخينا بالنسبة للي كان كمان مرة بحكي لو عندك مجال تسأل سؤال واحد لطبيب القلب عن قلبك قل له what is my ejection fraction إذا قال لك أكثر من 50% معناته you are مرضي إذا 50 ل 40% 40 ل 50 معناته عندك heart failure stage 1 مثلا من 30 ل 40 مثلا stage 2 مثلا إذا استعملنا ejection fraction مشان كمان staging إذا heart failure مرة عملنا له سيمتوم كيف السيمتوم تيجي؟ أترس ذات اكسرسايز ثاني مرة عملنا له على الكارديو ريزيرف قديش الاحتياطي؟
ثالث مرة عملنا له على الإجكشن. كل مرة بعرفه شكل، كل مرة بعرفه شكل. إذا لو سألتك أنا شو هو الهارت فيلير بتقول لي when ejection fraction is below 50%. إذن هذا يبدو أنه فحص مهم جدا، بيعطي معلومات كثيرة. هلا أنت تخيل الوضع كما يلي. سؤال، كارديك أوتبوت شو يساوي؟ ضرب. هلا ماذا احنا عم نحكي عن ستروك فوليوم؟ شو اللي بزيده؟ بزيده السمباثيك. ليش بزيده؟ لانه السمباثيك بزيد دخول الكالسيوم. وكل ما زاد دخول الكالسيوم كل ما زادت الكونتراكتيليتي. تمام؟ طيب ايش بزيده؟ شوفوا ايش بزيده. طيب تتذكروا اشي انتو الميوسين والاكتين؟ تتذكروا هيك اشي؟ وهذا من هون هون اسمه ساركومير. تتذكروا؟ ساركومير في اي هون؟ مايوسين في فوقي اكتي. صح. حدا بيعرف طول الساركومير قديش؟ ها؟ حدا بيعرف؟ مر عليك ولا شيء هيك بالغلط قريته؟ بالكتاب يعني موجود. شو هو 2.2 مايكرومتر. مايكرو المايكرو واحد في عشرة قوة ناقص 6 متر. الملي واحد في عشرة قوة ناقص 3، معناته المليمتر 1000 ميكرومتر. مايكرومتر. شوف هون هيك في هدول اللي بيرتبطوا مع الاكتين. صح؟ هلا انتبهوا شو بنحكي. معي مغيطة. شو معي؟ مغيطة. اجيت انت شو اسمك؟ شذر. اجيت عملنا شذر ضربتها وجعها. بعدين اجيت طولت المغيطة أكثر وضربتها. وجعها أكثر. إذا هذا الساركومير إذا نطيناه شوي بصير يعطي انقباض أكثر. إذا في علاقة بين اللينك والتنشن. لينك تنشن إذا تتذكروا أخذتوه مع الدكتورة إيفا ولا ما أخذتوه مع بعض، بس إنه في علاقة هيك بين اللينك تبع الساركومير وبين التنشن. تكون علاقة هيك. وهون الماكس سميناها، يعني إنه هون أفضل شيء يكون طول الساركومير 2.2 2.4. هلا شوفوا كيف بيكون هون 2.2. هون تنشن. شو معنى التنشن؟ يعني قوة الانقباض. التنشن يعني force of contraction. يعني إذا بتحطوا force بصير. فأنت كل ما طولت الساركومير شوي هون شوفوا بصير تنشن أكثر. لما بصير تنشن أكثر بصير تعطي انقباض أكثر. تمام؟ إذا هلا انتبهوا شوفوا شو يعني هاي كلمة السر. شوي شوي عم بحاول أوصلها لها. معناته إحنا شوفوا كلما زاد طول الساركومير كلما زادت قوة الانقباض. هذا القانون بدكم تحفظوه اسمه فرانك ستارلينج لو اوف ذا هارت. The more the length of the sarcomere, the more the force of contraction. خلص. طبعا في كلمات تحشوا بيناتهم بس ما بدي احكي مشان ما اخربطكم. بين قوسين within limits. يعني تلاحظوا كيف الرسمه
اذا زادت طول ساتمير اكثر بصير التنشن اقل. لانه انت تخيل انه الاكتين يصير بلد والماء يصير بلد ما في شيء يمسكوا ببعض يعني او لا ما يصير يطلع يمسك بشيء بشيء بروتين. اذا بنحط بين قوسين وبدل ليميتس. ايوه اذا هلا انا ايش بحكي لك شو؟ كمان مره هلا انا شوفوا شو بحكي، بعيد لكم شو بحكي من اول مشان تفهموا شو بشرح. بقول لكم الكارديك اوتبوت يساوي هارت ريت ضرب وانا اليوم عم بحكي عن ستروك فوليوم هلا. فبدي اقول شو اللي بيزيد الستروك فوليوم شو اللي بنقصه. هلا شو بزيده؟ قلنا احنا الكالسيوم اي دواء ومنها السمباثيك هاي فهمناها. هلا اجيت لنا انت على طول الساركومير يا طول الساركومير وكانك شرحت لنا انه كل ما زاد طول الساركومير كل ما زاد قوه الانقباض ضمن حدود ها لانه يعني الكيرف شكله مش هيك الكيرف شكله هيك فبالتالي في حدود هيك بصير ينزل. طيب هلا نيجي على جورج قرداحي من سيربح المليون؟ بسألك سؤال ما بتعرف تجاوبه شو بتطلب؟ وسائل مساعدة. القلب الضعيف شو هو؟ القلب الضعيف لا يستطيع أن يلبي حاجات صاحبه يعني انه ايش ما يعطيش كارديك اوتبوت كفايه فسوف يلجا الى ايش؟ الى وسائل مساعده. هذا كثير مهم عملت لك في الكتب انتبهوا. فاذا انت اذا انت رايت ان القلب لجا لوسيله مساعده ماذا تستنتج؟ انه ضعيف. اذا هاي هي عطيه يعني. ما هي وسيله المساعده اللي انتم شايفينها هلا؟ افضل شيء انه يزيد زياده طول السرعه. هو على الطول الطبيعي ما عم بقدر يضل. كيف بدي يزيدها؟ كيف بدك تزيدها؟ شوفوا كيف بدك تزيدها؟ كيف تزيدها؟ كيف تزيد طول السرعه؟ كان طوله هالقد كيف اسوي هالقد؟ امططه كيف البالون امطط اعبي زياده دم. لما تعبي زياده الدم تمطط القلب فبدل 120 بصير 150. اذا القلب اللي بضخ 70 من 150 هذا القلب تعبان ضعيف. هذا شو بيعطي ايجكشن فراكشن 45. اذا الايجكشن فراكشن كل ما نزل يعني 71 من 170 اضعف اضعف كل ماله كل ماله كل ماله عم بيحاول مشان يوفر لك شوية اللي هو 5 لتر. فهمتوا كيف؟ إذا مين بيستعمل فرانك ستارلينج لو القلب السليم ولا القلب الضعيف؟ يلا اقعدوا على أرقامكم بسرعة.